سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير. خبرت عليكم بزاف بزاف، ولكن راه ماشي خاطري. المهم الهضره ماشي دابا، من بعد الظروف يا بنتي، بري بعد الغياب ديالك عادي جي هضري معانا. من بعد نهضر معاكم غدا ماما وبابا غادي يمشيو العمره، وجاو اليوم يباتوا عندي. راكم شتو واقيلا اخر فيديو درتو هو ديال العمره ياك؟ اخر فيديو ما عقلتش، اخر فيديو درتو في يوتيوب ديالك مابقاش عاقل، ومعقلش انا معقلش. المهم تنظن بلي شحال تسمعكم شي ثلاثه الفيديوهات في رمضان وصافي، من بعد غبرت حتى من بعد نهضر معكم مزيان على الغبره ديالي وعلى كل شيء، وديك الساعه اللي بان لكم ديروا لي ديروا. ماما وبابا غدا يشدوا الطريق مع ديك ثلاثه ياك 12 اللي ما دايره لهم معرضه في الليل بسيطه، هما ما تشوفوا كلشي قدامكم، داكشي اللي طيبت ما شاركش معكم الطريقه ديالو. ماما تلاحظ ديك جبتي ليا هذا بزاف بزاف، راه رجعت مع الخمسه وهما جايين شادين الطريق مع ديك الثمانيه، وخاصني نوجد داك البلا كبير، وتنقول كي غندير وانا يلاه نتقدى وداكشي كامل طحتك. وبعد جيت نعس وسط النهار، ما مولفاش ليا تنعس، ونعست اليوم بلا ما نكثر الهضره بزاف. ها هو معايا وصافي. دير هاديك هنا بحال هادي، بحال ماشي هادي. شوفوا انا فوق ما تيجيو عندي دارنا تشربهم اتاي بالسوس ديما ديما. بابا تيبدا يقول لك فين هو اتاي في الاخر، فين هو السكر في الاخر؟ ماما تقول له صافي بارك عليكم السكر، شرب اتاي بالسوس. ولكن بابا كي جاك كلشي حلو، الحلوه حلوه وكلشي حلو. حنا راه حتى كلينا دابا، عاد تدير لكم هاد اللقطه ديال خويا ديال اتاي. ما بغيتش نحط لا خبز لا لا حتى شي حاجه، حاولت انا حاولت ندير داكشي نحط بلا بسيطه، درت كيكه حطيت حلوه غريبه وريش بون. ماما تبغي هاد الغريبه الصغيره تكون فيها اللوز بزاف، وحطيت هاد القرصه هما واعرين، وحطيت هاد الجبن وداكشي اللي بغاو ياكلوه مع القرص وشويه كونفيتور وصافي. وقلت عرفتي ما بغيتش نحط بزاف باش في العشاء ياكلوا، لحقاش الا حطيت دابا بزاف غياكلوا دابا وما فيهم شويه الجوع وغادي يتسدوا، فهمتوا كيفاش؟ المهم شوفوا انتما معايا راه بزاف 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 ما ي... بزاف ما يدار في هاد لا فيديو هادي. يلا اش مالك شكون اللي ضربك؟ دين يلا عندك يتا نوصل حدا تقولي صافي ما ضربنيش انا سامحت لي. يلا بلاش فين الصندال؟ شكون ضربك عارفه؟ عقل على وجهه. جبنات شوفوا ما ديوش عليا كاع في مره اليوم، راه مستريسي بزاف، بعدا يدي راه شابعين بالخرقوم وداكشي. شوفوا دابا نعطي لماما وبابا هادو، راه من قبل ما تسول عليهم، ودابا يلا غنعطيهم ليهم. هو ديال ماما فيهم الباد، فيهم كلشي كلشي كلشي، واحد ديالو واحد ديال ماما، الا ما كانوش هادو راه ما يقدروش يمشيو فيهم التاشيره فيهم كل هاك. عاوتاني شو واش ديال واش ديال شو ديال من ديال من؟ بسم الله بسم الله. حلي شو الإجابة صحيحة ولا غلط؟ هي هذيك هي هذيك صح. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك حبيبة لبيك اللهم لبيك إن الحمد إلى حمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. الله أكبر حبيبي. بابا كي تمشيو دعوا معاها، دعوا معاها شاد باش تصوروا، وكاع الوليدات الصغار والناس اللي مرادين كاملين، والله راه اصعب حاجه هي الفرحه. لبيك اللهم لبيك. ما نقولش لكم واحد الفرحه انا دابا. بابا دابا شنو الاحساس ديالكم اليوم؟ بيتي هنا غدا تباتوا عند تما شو بابا؟ بابا علقات كنت تشوف بحال هكا وزوين هذا الراجل، كنت تشوفوا الناس بحال هكا وكامل. دايما حق الله دايما كت ها؟ دايما كتكون كت
ملي كنتقدك القران في الصباح كدير مكه قال والله الا تطلبوا ليا ربي لا تحرقنا مزيان والله والله زعما استجاب كنت كنطلبوها من قلبنا والله يتابع كل عام ياك راه ماشي بسبابي انا راه والله مكتب لكم هذا العام غير انا السبب راي شوفي باش عرفي الله سبحانه وتعالى السبب راه الله سبحانه وتعالى سبب على يدك راه هذاك راه نعمه كبيره عرفتي شنو راه الحسنات واد شلال ديال الحسنات من عنده وشوف الله سبحانه وتعالى قارن الرحمه ديالو بالوالدين وانت قريبه وسببها على يدك الله نطلب الله سبحانه ما عرفتي شنو نخلي الله يجازيك باش مبارك وشوف هذيك السيده جارتي اللي قبيله طلباتي باش ندعو مع ماماها ياك الله يرفع الغضب والبلاء الله يرفع البلاء والله يشفيها شفاء لا يغادر سقما ابدا وان شاء الله باذن الله من باب الامانه غادي ندعو معاها ومع بزاف حتى واحد الكليانه جات لعندي سميتها ناديه قالت لي تيطبانيه قالت لي دعي معايا بزاف وشوف دابا هاد الفيديو هذا غادي نحطو دابا فاش غتمشيو غدا ياك اليوم الجمعه تنصورو نحاول مونطيو وغادي نحطو لكم غدا السبت ندير جدي كامل والناس اللي دعاو انتم جالسين تما تقراو في لي كومونتير اللي قالك دعي معايا شي حاجه قولوا امين واللي بغى الاولاد اللي بغى ولدو يبرى اللي بغى تزوج نتوما غير قراو وقولوا يا ربي امين من تما فهمتي قراو الان انا عارفه البنات مساكن غيكتبوا وداك الشيء نتي تتقري في الكومونتير مع نحطو حتى توصلي على خاطرك وتساحي عندنا تشوفي الفيديو واللي شفتها في الكومونتير نتي وبابا كل واحد في تليفونه امين ودعيو مع الناس وداك الشيء كامل اللي شاف الفيديو اللي ما شافش والله ورا شو عتيرا ملي كتكون في هذاك المقام وتطلب الله سبحانه وتعالى وتدعي بايك الله ما بايك والله كيفاش هادي دير بحال هكذا والله سبحانه وتعالى والله ما يستجب والله قال لكم كان حقا علينا نصر المؤمنين هذه فرحة كبيرة والله سبحانه وتعالى شنو تقوليها يا حبيبة؟ ما بايك الله ما بايك والله الا كانت شي مره غنمشي نحاول نديها معايا المهم نتوما قولوا لي واش الا ديتها تما فاش غتمشي واش غنتعذب واش غادي نقدر ولا لا باش نديها تبع الماء ديال زمزم الله ما تعذب ما والو ديري في بالك واحد القضيه شوف الله سبحانه وتعالى من الحكمه ديالو ومن الاسباب ديالو والرحمه ديالو على العباد بحال دابا شاه كاين واحد البلاصه تما في مكه حدا مكه عرفتي راه اش غنقول لك راه كبيره وشاسعه الدري الصغار تيخليوهم فيها بوحديتهم محروسين عرفتي شنو هو ما عندهمش كاين واحد اللعاب يلعبوا مع راسهم شكون تيحدايهم؟ كاين ها المؤطرين وهذا باش عرفتي انت؟ اش داك الشيء؟ مشى ماما شي مره خبعه منك داتك شي مرت بحدا اخرى بلا شفت انا لا بايك الله ما بايك شوفي دخلي غير هذا وشوف راه كاين واقيلا فواحد البلاصه تما في مكه نيت حدا الحرام والله البلاصه كيحطوا فيها الدراري الصغار وتيمشيو الناس كيوزوا المناسك ديالهم بخير وعرفتي سالي تيجيو يهزوا ولادهم في امان الله وحفظه كاين فين ينعسوا فين يلعبوا فين ياكلوا وبغيت نقول لكم واحد الحاجه ما حدك انتي وما انت وبجوجكم كاين موجد لكم ان شاء الله واحد المفاجاه ياكم ولكن ما غتشوفوهاش حتى ترجعوا تشوفوها وانتم تما قبل ما غادي ترجعوا هاد العام زوين الحمد لله انا كنقول مع راسي زعما بالصدق والامانه انا كنقول مع راسي والله خديجه بنتي ما كاينش محسن من انك كنتي سبب باش نمشيو لذاك المقام ديال الله سبحانه وتعالى يعني الدنيا وما فيها ما الواحد مهما يقول مهما يدير ما غاديش يوفيك الحق ديالك سمعتيني ولا داكشي اش قلت لك انا لبيك اللهم لبيك هذيك كتامن على هادشي كتامن عرفتي ملي كتقول شي حاجه وكتكون مع الله والدعاء مع الله والملائكه كتستجب وشاهد كتامن راه نعمه كبيره واحد القضيه انا ما بغيتش ندعي معاك عرفتي علاش نخلي الجزاء الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يعرف كيفاش غادي ضروري تدعي معايا لا دابا امن ايه لبيك اللهم لبيك المهم شوفوا
انا دابا راه نحط لهم العشاء باش يلاه يرتاحوا واحد شويه نوض في الصباح نحاول نوض بكري. شبعنا شبعت والله بركه بركه صافي شبعنا خليل شبعنا شبعنا. شوفوا انا نوض نحط لهم العشاء باش في الصباح انا شوفوا بيك الله ما بيك باش بصح نوض شويه بكري نوجد لهم فطور فطور سامبل وداك الشيء عادي. وانتم معايا في هذا الفيديو نوصلوهم للمطار وداك الشيء كامل وهي غاده ياك صافي نطلب الله سبحانه وتعالى يتقبل هذا العمل ويرزقنا التيسير ويرزق جميع المسلمين ولا المتتبعين ديال 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 دوجا يرزقهم حتى هما التيسير والنجاح والهنا والفرحه في القلوب ديال ولاد الحرام ويفرحهم في وليداتهم ويفرحهم في نفوسهم ويعطيهم داكشي اللي كيتمنوا وكل شيء عند الله قريب. والله سبحانه وتعالى راه قال لك ادعوني استجيب لكم. اي واحد هز كفوف وتسمى وقول يا ربي ربي راه تيستجب وهو اللي عارف وقاش الا عطل عليك راه عارف من الخير ديالو عليك الا عطل عليك ماشي شي حاجه ولكن عارف وقاش غادي عارف وقاش غادي ينصرك فوقاش غادي يعطيك الحاجه. الله سبحانه وتعالى كبير واكبر وكريم وعليم وكل شيء. واشوفوا وباطل عنك بلاتي مو يلا انا نحط العشاء باش نهكش معكم اليوم على غاسات في مره. المهم صافي انتم معايا وصافي البنات انا دابا حطيت الطبله انتم شوفوا شوفوا جات الحطه تصحبك سمحوا لي ما شاركش معاكم هاد السفه بالكسكسو لحقاش بصح ما عمري ما درتها في يوتيوب ديالي واقسم بالله تنديتها حتى السبعه راه نت مع الخمسه ومع ما نجي نبدا درس بالدار شي حاجات كانوا ناقصين شي جبتهم ما بديت حتى السبعه نيشان والله تشوفوا دخيه درتها سهله والله حتى غادي نشارك معكم لا غوسات ديالها بلا ما تكون عندي لا عراضه لا حتى شي حاجه. بابا كي جاتك الحطه بعدا كي جاتك الحطه رائع ماما انت كي جاتك دابا كذوقوا دابا انا حطيت لكم هذاك السميد واعره خليجه ماما كي جات شوفوا الدغميره كيفاش جات جات واعره 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 والله حتى غادي نشارك معكم لا غوسات ديال هاد انا راني توجدت لهم الفطور هانتوما بالكم من هنايا فراتكم فيا واحد الخلعه وهما جالسين تيفطروا هانتوما هانتوما هما جالسين تيفطروا وانا واقفه عليهم انا قلت لهم ولادكم فاش يكونوا غيمشيو يدوزوا الامتحان ومزربه ومرقبه تنكر تنقول لهم اويلي خصكم تمشوا تكونوا فقتوا قبل وبزاف ديال الحاجات بابا راه لابس بابا راه لابس الاحرام لتحت لحقاش تمشيو عاد تحيدو في الطياره ياك لما اللي كتوصل للميقات تما تيقول لك صافي راه الميقات ديال الاحرام هنا ساعه كتحيد الجلابه كتبقى بالاحرام صافي كتقول لبيك اللهم عمرك وتبقى تلبي من ديك الساعه كيبدا ايوا مزيان شوفوا هانتوما كي كانت لكم الزبده والعشاء هاك خديت درت هنايا داك وريت لكم البارح فيه الجبلي والزعتر وزيت البلديه والزيتون تقلبي جبلي بحال هكا وديري الزعتر من الفوق وداك الشيء حطيت ليه الريشبون تحداه لحقاش تعجبو هاد الحليوه ديال بابا هاك هاك اشهد انتي هادي هاك ايه ودرتي الحسوه تاع هي ودرت الحسوه هانتوما صافي درت اتاي درت الرزيزه وحطيت هاد الكرز هادو زوينين وكيكه سخونه سخونه صافي قهوه تبرد صافي شوفوا يقولوا خليو شاهدوا ساليتي يلا نوضي صلي دوك الركعات باش تنولعهم وانا حسيت براسي بحاله هم اقسم بالله بابا يلا انت صليت يا بابا يلا غتصلي وانت انا غنمشي نلبس شاد فطري حبيبه يلا قلت انا غادي نمشي نتواق ديال السميتها قلت انا غادي نمشي نصلي يلا فطري حبيبه صافي يتقشروا شويه من تحت صافي ديما تغسل لهم لا في الليل البنات حنا دابا شادين الطريق غادي نمشيو للعمره غتمشي معايا غنمشي معاكم في القلب ديالي وصافي.
المهم انا راني فرحانه نقول لكم فرحانتي، ولكن راه بحال جاتني واحد حسيت بواحد المسؤوليه ما عرفتش كيفاش حسيت. المهم حنا غادي نمشي وداكشي كامل نتوما معايا تشرف معكم هاد التفاصيل هادو الصغارين وصافي. لبسوا داكشي عندي في الدار، خرجوا من الدار ديالي، داكشي كامل عطيت لماما واحد التسابيح وانا نقول لها دابا بقيت ديري فيه، بقيت ديري تخديري به في العمره، تسبحي به في العمره وجيبيه ليا حتى نبقى حاطه في الطروبي فاش تكون عندي شي حاجه زعما كاسات ولا شي حاجه نستعملها. بابا راه باقي مسكين تيبسطو في الخدمة تاعو، بغيت نبرسها شاعلة. أنا بابا، أنا بابا هنا. بابا كاين هنا. ياك حبيبة حبيبة. حيد البريز من حبيبة. لا أنا جيت. الكلينكس وديرو في البريسة. لا هنا. عندي. يلا المهم. البنات راه دخلت معاهم هنايا، هما غاديين شاد. كده باش فقط باش جبناها خلي مامو وبابا ديالو هاد اللعبه هادي عطيني مره ما تمشيش هاد راه سلمت عليهم. وامسخوط اش دابا صافي وصلت للدار ديالنا وداكشي كامل ما نقول لكمش، رجعت تحتك ونعست نيشان، درت هاد الصون وجيت حقاش هاد الايباده هلكت وجهي بزاف بزاف وشحال هادي ما درت الرسم. اخر مره درت لي غير قومات ولكن ديما تنغسل وجهي غير بالغاسول وصافي نبدا نقي ندهنو من الشمس نديرو داك كريم سولير ولا كريم دنوي قبل ما نعس وصافي. ولكن الصون شحال هادي ما درت هاد الصون هذا تعطيني واحد ليكلا لوجهي واحد النضاره تيوحد لك الوجه ديالك البشره ديالك وتيصلح البشره الجافه والدهنيه وتلك الحبوب ولا شي حاجه الحبوب كله تينشف هو بالغاسول. نوريكم الغاسول ديالهم، هذا غاسول كريم لافونت، هذا الغاسول هذا بحال الحليب داير تنقي لك مزيان ما تحسيش به بحال شحال مخدوم من فرماسيان ولا شي حاجه تاخديه فاش ديري الوجه ديالك تحسي بالوجه ديالك غير بحال غسلتي غير بالماء وصافي. هذا الكريم لافونت واخا يكون عندك ماكياج ديال العرس ولا ماكياج مع ديالك وديك الوسخ اللي تيكون ما تيبانش لك في الوجه ديالك كي تغسلي على وجهك بهذا، واخا تكوني ما درتي لا سوا لا غوماج لا شي حاجه الوجه تيخرج الشيبري وتيخرج الوجه ديالك رطب، يعني ماشي تينشف لك الوجه ديالك وداكشي كامل. وكيف ما قلت لكم تيصلحوا البشره الجافه والدهنيه. ها انتم هاد الكريم لافونت ما فيه لا كولورون لا بارابين لا سيليكون، يعني واعر الوجه قليل قليل بزاف بزاف، تمشي للفرماسيان وقليل فاش تلقاي شي غاسول ديال الوجه ما فيهش كولورون وما فيهش سلفات وما فيهش بارابين وما فيهش السيليكون. هذا هو المهم، ما فيهش السيليكون. عرفتي شنو هو علاش لحقاش يبقاو يديروا داك السيليكون تيخلي داك الشيء يجي معلك بحال هكا نتوما تقولوا واو برودوي راه واعر، ولكن هو هذاك لا، هذاك غير واحد الماده ديال السيليكون هي تتخلي بحال هكا. ها نتوما شوفوا نوريكم كريم لافونت كيف تكون دايره. شو صافي تغسلي الوجه ديالك، تغسلي الوجه ديالك بحال غاسلاه بالحليب، الوجه ديالك تيخرج لك واعر بزاف بزاف. انا مهم دابا هذا نخلي واحد شويه ونرجع لكم، هذا تنديرو شي 20 دقيقه صافي وتنديرو غير مره واحده في السيمانه. ولكن الا كان عندي شي ايفيرم ولا شي مناسبه ولا شي عراضه ولا شي حاجه ضروري ما ندير الكوماج عاد ندير الصون وندير الكريم دو جوغ تيخرج، عاد ندير الماكياج الوجه ديالك تيخرج واعر تيخرج شيبري. اي حاجه درتيها في الماكياج تتجي ليس، وبعدا فاش ديري داك الكريم دو جوغ تيحمي لك البشره ديالك ما اما كريم دو نوي ولا كريم دو جوغ. انا تندير كريم دو جوغ في الصباح وكريم دو نوي حتى تنبغي نعس، الا كان عندي شي مناسبه في الليل تندير كريم دو نوي وصافي. ولكن الا كانت عندي شي حاجه خرجه مع الصباح ولا اي حاجه خدامه في بنك ولا خدامه غساده ولا خدامه، شوفوا غنغسل وجهي نقول لكم واحد الحاجه ضروري ضروري. شوفوا شوفوا شفتوا شوفوا الوجه كيفاش تيخرج، خرج الوجه تيخرج شي بريتي بريتي بري واعر بزاف بزاف. انا متصرح من حتى وحده ما تقول لي بلا كاين شي باك كامل ومتكامل تيخرج الوجه من الشهر الاول تيبان لك واحد الفرق في الوجه وتتحط وجه ما تيبقى لك لا حبوب لا تصبغات ما تيبقاش وجه. الا كان الوجه ديالك دهني بزاف تيخرج لك الحبوب تيكيليبرا، الا كان الوجه ديالك ناشف ما تيبقاش لك ناشف تيعطي لك واحد ايكيليبر الوجه ديالك خطير بزاف بزاف. دابا هنا كاين كريم سولير، هاد الكريم سولير فيه فيتامين سي وفيتامين او، تديره في الصباح تيهيدغاتي لك الوجه ديالك. ونعطيكم واحد الفرق تشوفوه دابا، هذا تسالى ليا هانتوما شوفوا هذا الكريم سولير عقلو
وغادي ندير دابا هنايا كريم دو نوي. تشوفوا الفرق ما بين كريم دو نوي وكريم سولير. كريم سولير فيه واحد الطبقه تيحمي لك وجهك من اشعه الشمس وتيهيدغاتي لك الوجه ديالك وما تيبقاش لك معلق في الوجه. يعني واخا ديري فون دو تان ولا ديري شي حاجه، انا راه درت بزاف غير شويه. هانتوما شوفوا شو الطبقه تجي بحال بيضه عاد تدوز. هانتوما شوفوها شفتو، ولكن شوفوا هذا، هذا تا هو كريم تندوخ، هذا تا هو كريم. انا دابا بلا ما نشوف زعما واش فيهم كريم دو نوي ولا كريم، هذا كريم دو نوي ولا كريم سولير، خصنا نعرفوا غير من هكا نعرفوا واش كريم سولير ولا لا. هانتوما هذا كريم سولير، غنعاود نديرو هنايا. شو الطبقه كيفاش تجي فيه بيضه تتحمي مزيان من اشعه الشمس وتتهيدغاتي لك الوجه ديالك، ما تحسيش مورا بلا خصك ديري شي حاجه اللي تحسي بالوجه ديالك ما ناعش. انا نمسحو بحال هكا ندنو في يدي. هانتوما شوفوا شو كريم سولير كيفاش يدوز، ودابا شوفوا كريم دو نوي. هذا كريم دو نوي، هانتوما شوفوا كريم دو نوي، شوفوا كريم دو نوي ترونسبار. تديريه فيه فيتامين سي فيتامين او وصافي. تتنعسي مع الصباح فاش تفيقي تتغسلي وجهك، ضروري تغسلي وجهك فاش تفيقي، تتغسليه بهاد الكريم لافونت هادي. هانتوما شوفوا الباك شنو فيه. باك فيه هذا، فيه الصوان سوان دو فيزاج، فيه الغاسول كريم لافونت، وفيه كريم سولير، وفيه كريم دو نوي، وفيه القماش. القماش ديريه غير مره في السيمانه، القماش يقومي لك وجهك مزيان وتجرحش لك الوجه ديالك، حيتاش كاين دوك القماشات الاخر اللي تيكونوا بحال القماشات اللي تيكونوا فيهم حبيبات غلاطين. دابا هذا الماتيغ ديال هذا القماش، هذا الماتيغ ديال هذا القماش هذا هي اللي تنقي لك الوجه. انا مكثرش مثلا نستعملهم في الطواليت وداكشي كامل تنسمحوا. هذه باك متكامله كامله مكمله، ديريها للوجه ديالك. نوريكم فون دو تان كيفاش تجي، فون دو تان كيفاش تجي هنايا. هانتوما شوفوا دابا هنايا درنا داك الكريم دو جور، شوفوا واش دير الفون دو تان. ديري شويه انا وجهي ديال ما مشاش فون دو تان، شفتوا صافي عقلت شحال كيفاش كان الوجه ديالي، كان كل التصبغات من هنايا من هنايا من هنايا، هاد التصبغات يكونوا من هنايا. دابا الوجه ديالك تيولي صافي، تولي حتى الا درتي الماكياج ولا شي حاجه تيولي نازل معاه ليز. شوفوا الماكياج كيفاش يجي. هانتوما شوفوا، ودابا غادي نمشي عاوتاني نغسل وجهي. دابا باش نوريكم شو شوفوا شوفوا شوفوا. انا تنظن ديما من كثر التجربه ديالي تنظن هذا الكريم دو نوي ديريه فاش بغيتي تنعسي، ولكن هذا الكريم دو جوغ ديريه الا في الصباح وفي الليل. في الليل الا كنتي غادي تخرجي مثلا عندك عرس ولا عندك شي اسبوع ولا شي مناسبه ولا شي حاجه، واعر بزاف بزاف بزاف. انا اللون ديالي في الاصل راه سمراء، شفتوا يعني اللون ديال وجهي موحد. واحد المره صاحبتي كنت درت قدام وجهي خرجتي قالت لي دابا شنو غنديروا، شنو غنديروا في يديك واش غنديروا هنايا؟ قلت لها هنايا هادشي اللي عطا الله الوجه تيتقابل بزاف بزاف، اما انا غير دهننا وصافي، هي تدهني لحمك وشو مابقاش لك ناشف وصافي. هانتوما شفتو كيفاش يخرج الوجه ديالك، تيخرج ماشي الماكياج تيخرج موسخ. دير غير فون دو تان شويه، شوف شحال درت نقطه صافي. دابا غادي ندير معاكم زعما دابا غادي شويه بشويه غادي ندير معاكم شويه ديال نديرو الكونتور ونديرو شويه ديال الاخر باش نوريكم. شو ديري نقطه تبان لك الماكياج ديالك. انا مثلا بغيت ندير كاع البودغ بحال هكذا، نديرو دابا شويه ديال هكا، ومع ذلك تيبقى الوجه ديالك تيبري. شفتو هانتوما وجهي تيخرج واعر. هانتوما شوفو الفرق، هنايا النقاوة النقاوة، وهنايا دايره فون دو تان وجه ديالك نقي، ودايره مبعيش كاع لا دايره الماكياج حتى شي حاجة. داكشي بصح ديري شوية الماسكارا وصافي هرتي ساليتي. المهم صافي هادشي اللي كاين، غنخلي لكم الصراحة بيادي من القلب ديالي. راكم شو من شحال هادي زعما شي 4 سنين غنشكرها لكم، وشو الريزولتا من وجهي وداكشي كامل. ما نقدرش زعما شي حاجة باك بحال هكا بعدا تاخديها ما تبقيش تسخيبه، تبقي ديما 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 تاخد.
تاخديها لحقاش من ليغام اللي متميزين بزاف بزاف في المغرب. واصلا راه عندهم عامر بزاف الانستغرام، زعما كنت صرحت لكم انستغرام، غنحط لكم دابا غير نحط لكم انستغرام حتى هو، وغادي نحط لكم النمره لحقاش يكون عندهم ضغط بزاف الانستغرام، لحقاش الناس ديال الانستغرام تيتقداو بزاف من بيادي، واللي خدات تبقى تاخد كل مسافره تاخد جوج ديال لي باك، تاخد مثلا ثلاثه لها كريم دو سولير مع دابا صافي ياخذوا جوج. بحال انا دابا براسي هانتوما كريم سولير وحده تسالات وحده خديتها، ودابا وليت في الاخر تستعملهم بجوج، وانت وليت تقرب وليت وحده يلاه قربت تسالي يلاه خديت الثاني وليت تستعملهم بجوجهم. المهم وصافي وهي غدا مكسره تما واعر بزاف بزاف. اخليكم النمره ديالهم وانا تنضغط لكم بيادي على ضمانتي على ضمانتي على ضمانتي، ماشي اي حاجه نقدر نشكرها لكم ونقول لكم على ضمانتي، ولكن اقسم لكم بالله حتى غادي تشوفوا واحد الفرق رهيب في الوجه ديالكم. غتهزوا وجه وغتحطوا وجه وما تبقاوش اصلا تمشيو للصالونات ديروا لا تنقي ولا حتى شي حاجه، من كثره ما غادي تبقاو كل مره ديروه 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 تداوموا عليه الوجه ديالكم، لا لي بوان واخ كلشي 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 غادي يبقى يتحيد لكم. شوفوا كيفاش نفسي كل داي شو انا بلا فيلتر بلا اضاءه بلا حتى شي حاجه، وهادشي اللي كاين زعما الواحد يوري من الاحسن بلا اضاءه بلا فيلتر باش الناس حتى هما يشوفوا الريزلت النيشان. نخليكم دابا ونقول لك فاش عجبتكم لا فيديو ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديده تكون احسن من هذه. السلام عليكم، باي باي. وغنخلي لكم حتى في صندوق الوصف النمره ديال بيادي والانستغرام. سلامه.